انا صغيره كنت كثير بحب الرسم، كان اهلي كثير باخذوني على المكتبه وبشتروا لي اغراض رسم، كان كثير ابوي مهتم بهذا الموضوع. من هون اجتني هاي الفكره انه انا انشئ مكان بالمفرق انه بدرب رسم بكون انا مسؤوله عنه. حطينا اول طبقه، هنروح على الطبقه الثانيه. اول شيء حناخذ شكل بيضاوي. سمعت عن مشروع الموهبة في خدمة المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا قدمت وعندي تقريباً أمل 50% أنه أخذ هذا المشروع، بس الشغف اللي عندي خلاني أضلني مستمرة وأحاول أني أوصل، والحمد لله قدرت أخذ المشروع. لازم يكون مبري عشان الشعر كتير خفيف، فإذا ما كان مبري حيبين معي شكل الشعر هيك، عرفتي كيف؟ فما حيكون شكلها حلو. ممكن بس يكبر هذا المشروع انه نستقطب عدد اكبر من الطلاب اللي مش قادرين يوصلوا لنا حاليا. كمان شغله ثانيه ممكن احنا نستقطب بالاهالي ونعطيهم انه كيف ممكن يغيروا فكرتهم عن الفن، كيف ممكن انهم يساعدوا اولادهم بتعلم الفن عشان يفرغوا الطاقه السلبيه الموجوده عندهم.